دكتور الناصر، وأود أن أبدأ معك من هذا التطويق السريع لشمال قطاع غزة، بدءهم بالدخول في أعماق أحياء مدينة غزة الآن. كيف ترى الوضع، وهل تعتقد أن الأمور يبدو بأنها يعني بدأت تنتهي وبدأت تصبح صعبة للغاية على الفصائل الفلسطينية تحديدا في شمال قطاع غزة؟ أنا أعتقد أنه الإسرائيليين في طريقهم لحسم موضوع شمال غزة، هم دخلوا المدينة، سيطروا، فجروا البرلمان كما هو يعني واضح من التسجيلات التي وصلت، وسيطروا على المستشفى، فحصوها وانسحبوا منها. أعتقد أنه أمامهم يعني بضع أيام ربما لإعلان السيطرة الكاملة على مدينة غزة إذا صح التعبير، وبالتالي السيطرة على الشمال. وأنا أعتقد بأنه هم يسابقون الزمن، يعني القوات الإسرائيلية تسابق الزمن، لأنه هناك يتشكل رأي عام عالمي ضاغط ورأي عام دولي غير مؤاتي إلى حد كبير. الآن فيما نحن نتكلم أنا وأنت حضرتك، مجلس الأمن يجتمع لكي يبحث المشروع المالطي الأخير للمرة الخامسة بعد أن فشلت الأربع مشاريع السابقة لإظهار قرار موحد. أعتقد هذه المرة سيمضي المشروع المالطي الذي هو حاول قدر الإمكان أن يراعي الحساسيات في مجلس الأمن بين الطرفين، الروسي والصيني من جهة والأمريكي من جهة، لم يشر بأي شكل من الأشكال لا إلى مسؤولية إسرائيل ولا إلى مسؤولية حماس، وهذه هي نقطة العقد الأساسية اللي أدت إلى فشل المشاريع السابقة، لكن أشار إلى ضرورة هدنة ممتدة وطويلة. يعني هو لم يشر أيضا إلى وقف إطلاق النار كما كان يريد الروس والصينيين، ولم يشر إلى حجم الهدنة كما كان يريدها الأمريكان، أشار إلى هدنة ممتدة وطويلة. المشروع المالطي لا أعرف إذا كان سيكتب له النجاح هذه الليلة وسيقر في البرلمان، في حال إقراره سيكون هناك أمر واقع على الإسرائيليين من الصعب جدا تجاهله، وهو قرار من مجلس الأمن يلزمها بوقف إطلاق النار سواء كهدنة أو بشكل دائمي أو إلى آخره، وبالتالي هي تسابق الزمن من أجل إتمام السيطرة على شمال قطاع غزة على الأقل، أو على مدينة غزة في أفضل الحالات. وهناك أيضا مساعي كما تعرف حضرتك حميمة محموم عفوا تحت الأرض أو بعيد عن الأنظار مع كل من قطر ومصر لإتمام صفقة تبادل الرهائن، كما قيل حوالي 50 شخص أو 50 رهينة مقابل هدنة تراوحت الأرقام ما بين 3 أيام إلى 5 أيام حتى الآن، لا أعرف إذا كان ذلك سيمضي أو لا. عموما أنا أتفق معك تماما بأن الأوضاع جدا سيئة لحماس من الناحية العسكرية وفي غاية البؤس، ولا أقول سيئة بالنسبة لسكان قطاع غزة للأسف الشديد.